اهلا بحضراتكم مره تانية. الحقيقه ان مشروعات تخرج الطلبه في الكليات والجامعات مليانه بالافكار المميزه اللي ممكن بالفعل نطبق هذه الافكار ونستفيد منها كمان. عندنا النهارده مشروع مهم جدا اسمه مميز بالفطره. هذا المشروع هو مشروع تخرج طالبات الاعلام كليه الاعلام في احدى الجامعات المصريه. حقيقي والحقيقه البروجكت ده زي ما انت قلت اول مشروع ده يعني فيه اهداف كتيره جدا نقدر نطبقها على ارض الواقع. مميز بالفطره هدفه وضع حلول توعويه لتحديات التعلم عند الاطفال، ومشروع فيه روشته كده علميه وتربويه لكل اب وكل ام عايزين ان هم يربوا اولادهم تربيه تعليميه صحيحه، وطبعا لو عندهم اي مشاكل تعليميه يتخطوا هذه المشاكل ازاي. تفاصيل اكتر عن المشروع وايه اهم اهدافه ده اللي هنعرفه من ضيفتنا الكريمات زمايلنا بقى زمايلنا فعلا اللي منورنا النهارده. اهلا بيكم بنات، يعني امارات كلكم. هاجر ملك حبيبه صح؟ ملك هاجر عايده. انا اسفه بقى لنا نص ساعه بنحفظ بس انا بعتذر. طيب خلوني في البدايه اتكلم عن المشروع بتاعكم. ده مشروع التخرج وانتوا لسه ما اتخرجتوش. ايوه. خليني اتكلم عنه، اهدافه ايه، ولكن خليني ارجع للوجو اللي انتوا عاملينه. هو فيه لونين اصفر واسود. أيوة. ليه اخترتوا اللونين دول؟ مختلفين تماما اللونين دول عن بعض. احنا الاصفر هو لون البهجه ولون موجود في حياه الاطفال، ولون بيعبر عن انه الحريه والطفوله والبهجه زي ما قلت. والاسود هو مجرد بس بيحدد اللون عشان يبقى ليه يبرزه اكتر. بالظبط، يكون باين. وبرده هو لوجو فيه دماغ طفل عشان احنا السن اللي بنعرف منه صعوبات التعلم ده من 4 ل 11، فهو دماغ الطفل بتعبر عن انه دي الفئه العمريه اللي محدد فيها المشكله دي وهي صعوبات التعلم. احنا اخترنا ثلاث انواع من السبعه، هم اكتر ثلاث انواع الناس بيبقى مختلط عليها الامر، اللي هو ممكن يبقى كلهم حاجه واحده، لانه ده سبب ان احنا عملنا المشروع ده انه الناس مش بتعرف تفرق ما بينهم، وفي ناس اصلا بتشوف انه انا مش محتاجه افرق كده كده محدش هيعرف، لان هي حاجه مش بتبان على الجسم، هي حاجه بتبان في يعني المراحل في المدرسه. ممكن يكون متاخر سنه مثلا في انه يقرا، متاخر سنه انه يكتب، متاخر سنه في الحساب. انت عارفه ان احنا بنعتبر ده عادي خالص. يعني اي حد بيقول انه انا ابني مثلا اتاخر، بجد انا بسمعها كتير قوي، انا ابني اتاخر في الكتابه، حتى في الكلام، في الكتابه، في القرايه، في اي حاجه. انا مثلا لغايه قريب قوي كنت فاكره انه ما فيش اصلا مشكله. في ناس اصلا بتشوف بقى ان ده غباء كسل، انه لا بيدلع، مش بيعمل اللي عليه. طب في ايه، هو ايه يعني، ما انت بايه الكسل ده، ايه ده، ايه الغباء ده، تنمر في المدرسه مثلا. احنا بنحاول بقى ان احنا نغير الفكره دي، انه لا هو من سن معين ممكن يبتدي يظهر انه لا هو الطفل ده مش غبي ولا كسول، لا هو في حاجه واحنا محتاجين نتعامل مع الحاجه دي. بس عظيم. حبيبه ايه اللي خلاكوا تفكروا اصلا في المشروع ده؟ احنا كنا زي ما هاجر قالت عاوزين ان احنا نصلح مفاهيم كثيره قوي غلط موجوده في المجتمع، بالذات مجتمع يعني احنا دايما ممكن في حاجات اللي هو تبقاش مفهومه صح قوي، فاحنا قلنا ان احنا طب ما نصلح المفاهيم دي، بالذات انها حاجه ليها علاقه بالاطفال، فليه هو يتفهم ان هو يعني طفل مش ذكي زي بقيه اصحابه وكده، ومع ان الموضوع ملوش اي علاقه بالاي كيو. احنا كنا عاوزين انه اهله كمان يبقوا عارفين انه ابنهم او بنتهم ما فيهمش مشكله. هو بس هو محتاج، عنده مشكله ومحتاج بالظبط عادي. كلنا عندنا طبعاً بقى مشاكل في حاجات طبعاً معينه، هو بقى عنده مثلا مشكله في الحته دي، لو اشتغل عليها عادي. طريقه التعامل بقى مع المشكله يعني دي هي اللي تخليه، هي اللي تفرق. هي اللي تفرق، لان في ناس كتيره منهم بقوا يعني علماء وحاجه كبيره قوي عادي، مش مقصرش بقى. اينشتاين تقريبا اينشتاين كان عنده ديسلكسيا اللي هي صعوبه القرايه، كان عنده دي هي برضه، ورفضوه من المدرسه وبعتوا جواب لمامته، يعني دي قصه شهيره انه مش هتقدر تكمل. بعد ما عملنا يعني الريسيرش توصلنا انه ما فيش حاجه معينه في الموضوع ده متفقين عليها، بس اللي متفقين عليه ان هو كان عنده ديسلكسيا. احنا حاجه كمان برضو من الحاجات المفاهيم اللي مش مفهومه كويس يعني في المجتمع، ان هي مش بتتعالج، هي بنتعامل معاها. بنحط زي روشتة زي ما كنت بتقول، ان احنا يعني زي خطوات الاهل والمدرسه والمكان المختص اللي بنلجأ له ان هو يساعدنا في حاجه زي كده، لان المكان المختص ده بيدي زي خطوات المدرسه تتعامل معاها عشان
نبتدي نعرف نتأقلم ونظبط حياة الطفل ده ان هو ما يبقاش عنده اي مشاكل ولا بيواجه اي صعوبات ولا بيواجه اي تنمر او اي حاجة في الامتحانات، في الواجبات، في الحياة العادية، يمكن كمان في الشغل، لان في ناس من كتر ما اهليها كانت مش متقبلة الموضوع او مش راضية او في حالة denial، يعني denial انه لا انا ابني ما عندوش حاجة، فبيكبروا وبيضطروا يتعايشوا مع الموضوع ده لحد ما يكبروا. هو فعلا ما عندوش حاجة على فكرة، هو عادي انه طفل يبقى مش عارف لسه يقرا ويكتب، هو بس محتاج شوية حاجات يعني نظبط بيها الموضوع، محتاج مساعدة عادي عشان نظبط الموضوع ده ان هو يعدي بمراحل تعليمية عادية. هو انتوا ثلاثة بس في البروجكت ولا احنا 8؟ اوكي. طيب تحديات التعليم كتير قوي، اخترتوا منها ايه؟ ثلاثة بس. عصر القراءة، عصر الكتابة، عصر الحساب. يعني في جوانب تانية تعليمية انتوا ما تطرقتوش ليها، ليه تحديات اخرى المتعلقة مثلا بتيسيرات لذوي الهمم والدمج، في حاجات كتيرة في تحديات التعليم بالنسبة للأطفال، لكن انتوا ركزتوا أكتر على اللي هم أكتر ثلاث حاجات الناس بتلخبط ما بينهم، لأن الناس مش فاهماهم، وكمان هي رفيعة قوي بالظبط، طالما حاجة هي مش ظاهرة جسديا الناس مش بتحب إن هي تروح لا أنا ممكن ابني في حاجة في مخه مثلا إن هو يسجلها في وزارة التربية والتعليم أو حاجة، لا هو مش عايز يقول إن ابنه في حاجة مثلا أصل غبي شوية عن صحابه بالظبط بيخافوا. فاحنا كنا عايزين برضو نوضح المفهوم ده انه لو هي حاجة مش باينة لا، حتى لو يعني مش لازم تبقى حاجة تكون بارزة عشان ناخد خطوة او كده، لا هو ممكن تكون حاجة مش باينة بس نحاول نتعامل معاها. فنقطة مهمة جدا، اولياء الامور بيبقى عندهم بعض في بعض الاوقات كده من ناحية اولادهم خوف زايد عليهم في المواقف اللي زي دي مثلا، يعني لو ابنهم عدواني شوية تيجي حد مثلا يقول له طب ابنك مهايبر كده حركته مش عارف ايه عدواني شويه، لا انا ابني زي الفل، طب ما احنا نفهم ناخد ابنك نروح لمختص ونسال الولد ده هل عنده حاجه ولا هل هو طبيعي ولا لا، وعلى هذا الاساس ده في مصلحته بالمناسبه. احنا طبعا حتى بعد ما قعدنا مع دكاتره كتير واتكلمنا مع دكاتره تخاطب ودكاتره مختصه في موضوع صعوبات التعلم قالوا لنا ان دي حاجه بتجي لهم كتير جدا، انه لا انا مش عايز اي حد يعرف انا ابني ما فيهوش حاجه، لا انت اللي انتم بتقولوه ده. واماكن مختصه في الموضوع ده بيقولوا لنا انه الموضوع ده بيجي يمكن كل يوم مره واثنين وثلاثه، فدي حاجه عشان كده ده برضه عادي جدا، في فروق ما بين الاطفال وده طبيعي. طيب حبيبه انا النهارده لو انا عندي ابن عنده ما بيعرفش يقرا كويس او مش عارف يكتب كويس، ازاي اعرف ان هو عنده مشكله؟ يعني ازاي اعرف المشكله اصلا من الاول؟ طبعا هي احنا يعني مش دكاتره بس احنا عملنا الريسيرش بتاعنا وكل اللي بنحاول نعمله في البروجكت ان احنا نوصل الناس للناس المختصه او الدكاتره المختصين في الموضوع ده ان هم بقى ازاي يساعدوهم. بس الحاجات اللي احنا وصلنا لها من خلال البحث اللي احنا عملناه ان في زي علامات بتبان على الطفل من وهو ممكن من ابتداء من 3 سنين. زي ايه؟ ان هو يكون متاخر في عن صحابه قوي في ان هو يعرف يكتب الحاجه، ان هو مثلا يعني كل صحابه عارفين يقروا بطريقه معينه في الكلاس هو مش عارف يقرا بالطريقه دي، مثلا مش بيكتب على خط واحد الحروف تنزل قوي شكلها غريب، دي فيها مشكله؟ بيبقى فيها في بس بيبقى في بسيطه قوي انا وصلت للسن ده وما بكتبش بيبقى في يعني اللي هو الكلام بعيد قوي عن بعضه واللي هو نازل لدرجه ان يعني الشخص اللي بيصلح ما يبقاش عارف يقرا. وانا لو اهلي خدوا بالهم مني وانا صغير مش وصلت للمرحله دي يعني اللي عنده عسر في القراءه مثلا بيحتاج ان الورقه تبقى فيها الكلام كبير وهايلايتد كده انه يبقى وعلى ورق الوان ورق ملون ووقت اكتر بالظبط في الامتحان او ايا كان، بيبقى محتاج حاجات اللي هو مثلا بيكتب مثلا حروف بالمشقلب حاجات كده بتبان طبعا في طرق كمان بتساعدهم يعني كتير قوي الناس قالوا انه ان انت لو قريت لهم بالراحه او خليت القرايه دي حاجه مش ممله ليهم هم هينبسطوا بحاجه زي كده وهيحبوا يعني ان هم يكملوا في الموضوع ان هم يبقوا عارفين ازاي يعملوا كده يقروا ازاي صح. دوركم ايه في كل واحد بقى تقول كده دورها ايه في هذا المشروع؟ انتوا 8 بنات احنا شايفين هم دول البنات اللي طبعا كل التحيه للباقي طبعا مش موجودين معانا لكن عايزين نعرف طبعا الادوار كانت عامله ازاي، كل واحد دوره كان عامل ازاي في هذا المشروع. ده كان ايفنت عندنا امبارح، عملنا بوث وجبنا عملنا اكتيفيتيز واهالي بقى جم ولعبوا معانا وكل ام كتبت لابنها ورقه مكتوب فيها حاجه هي بتحبها فيه ولعبنا معاهم حصل وما حصلش
قلنا لهم شويه حاجات كده الاهالي كلها بتتفق عليها. وعملنا ايه تاني؟ وصورناهم صوره مع بعض، واحنا عملنا فلتر على انستغرام صورناهم بيه، وطبعنا لهم صور بولرويد وكده يروحوا بيها كميموري وبس كده. طبعا احنا في الحاجات دي بنقسم بقى الموضوع، يعني بنقعد مين عمل ايه. بنقسم بس احنا الموضوع. يعني في الاخر كله بيخش في بعضه يعني، عشان اللي هو كل واحد تلحق الثانيه. بس يعني اللي هو بنحاول، بس ممكن نتقسم ناس ماسكه الميديا كوفرج بالظبط، ناس مثلا بتنزل تعمل الميتنجز الحاجات الاون جراوند تروح تتكلم وده شغل الاعلام بقى. انا اللي عاجبني قوي ان دلوقتي كنت لسه اقول ان دلوقتي في مشاريع التخرج مش بس يعني واقفه عند فكره ان انا اروح اعرضها على الدكتور بتاعي، لا انا الموضوع اكبر من كده بكتير. انا بسوق لمشروعي بالزبط. وعايزه انجحه وعايزه اوصله. وانتم في الحقيقه المشروع انا بالنسبه لي مش بالنسبه لي كمان، يعني انكم موجودين هنا النهارده بالنسبه لنا كلنا المشروع ناجح جدا وكويس جدا. هتجيبوا ايه يعني ان شاء الله؟ ان شاء الله تاخدوا ايه؟ كل واحده فيكم هدفها ايه من بعد البروجكت؟ يعني انتوا دلوقتي لو عملتوه ان شاء الله تجيبوا ايه فيه؟ عايزين تروحوا فين بعده كل واحده؟ يعني هل اتكلمتوا ده كجروب مع بعض؟ هو طبعا البروجكت ده كل البروسيس بتاعته معلمانا في كل، يعني كل خطوه بنعملها بتعلمنا حاجه، حتى لو ما كملناش فيه هيفيدنا بعد كده في اي شغل، كتسويق، ككلام مع الناس، ازاي نتكلم مع الناس، نقنع، طريقه الاقناع، نتعامل ازاي، حاجه عايزين نوصلها بانهي طريقه، كل الكلام ده طبعا هيساعدنا جدا. حتى لو احنا قررنا مثلا مش هنكمل في المشروع ده، كل واحده هتشوف الحته اللي عايزه تروحها. ده في حاجات كتير قوي في البروسيس كلها علمتنا طبعا ازاي نتعامل. ده عظيم جدا. مين كان بيتواصل مع الدكاتره؟ كلنا، احنا كل اسبوع بنقعد مع يعني الدكتور بتاعتنا. اللي ماسك البروجكت بتاعتنا دكتور واحده طبعا، في كوميتي كامله بس اللي ماسكنا. بنتكلم في الجامعه دكاتره التخاطب. التخاطب احنا رحنا لدكاتره التخاطب، لازم نتواصل كلنا طبعا في ايه عشان لو حد بيشوفنا دلوقتي. لا احنا رحنا اتكلمنا مع كذا دكتوره عشان ناخد كذا راي مختلف، لان هم مدارس يعني كذا حد بيقول كذا راي مختلف، بس كلهم بيتفقوا على حاجه واحده، ان المدرسه والاهالي في البيت لازم يكونوا ماشيين على نفس الخط عشان نوصل لحته في النص، انه ما ينفعش الاهل يكونوا رافضين الفكره والمدرسه بتحاول، او المدرسه رافضه والاهل بيحاولوا. وده يرجعنا انه ليه اصلا اخترنا الناس اللي نتكلم معاهم هم الاهل. الموضوع دايما بيجي من جوه البيت بعدين نبتدي نطلعه بره. طب احكي لنا حكايات بقى حبيبي، احكي لنا حكايات كده من الاهل، قالوا لكم ايه؟ حاجات وحشه ولا حلوه؟ نبتدي من انهي سايد؟ والله في حاجه مثلا ضايقتنا قوي اللي عرفناها لما يعني رحنا اتكلمنا مع حد من المختصين وكده، ان هو ابنه او بنته، يعني واحد من الاهل كان مودي بنته او ابنه السنتر، وبعد ما عمل بروجرس رهيب يعني هي قالوا له يعني ان هم ممكن يصوروا البروجرس اللي هو عمله لحد دلوقتي وينزلوه كده عشان يعني الناس تعرف قد ايه هو بيحاول وكده. وهو قال لهم انه لا يعني هو ربنا ستره، فليه ننزل ليه نفضحه كده بالظبط. هي ما هيش مشكله يعني، مش عارفه عشان نفضح ايه، نفضح ان هو طفل مش عارف يقرا يعني. بالعكس ده عمل يعني خطوات، بالعكس ده عاوزين ان هم يبان ان انا ابني او بنتي اقل من ابن حد تاني بالزبط. دي مشكله، وفي مع انها مش منافسه يعني. هي من ضمن برضو الانترفيوز اللي عملناها مع ام، هي كانت ام عظيمه بجد، سندت بنتها بكل حاجه. هي اصلا بنتها كان عندها عسر في الكتابه، وطلعت ان هي اصلا بتحب الكتابه وبتكتب شعر يعني دلوقتي. بتكتب اشعار و يعني ده نموذج ممكن نقدمه للحاله الاولانيه. طبعا اللي هو بص ده ايجابي جدا عندها. هي نفسها لما كانت بتكتشف بقى في المرحله كلها ايه اللي بنتها مالها وكل الكلام ده، لما كانت بتروح مثلا للتيتشر عندها تقول لها خلي بالك بس هي الكتابه عندها مش كويسه، فالمدرسه تقول لها ايه ده ما تقوليش عليها كده بعد الشر، او ما تخليهاش تقرا مثلا. طب مش ده يعني مش ده وبعدين بس برغم كل ده هي اصرت ان هي بجد تفضل معاها وتشوف كذا حل لحد ما وصلت يعني ما شاء الله. هي دلوقتي يعني انتوا كنتوا بتتكلموا ان كل واحده فيكم عندها دور في البروجكت، سواء تسويق للمشروع او غيره او غيره. ايه الادوار المختلفه اتوزعت ازاي؟ كل واحد شاطر في ايه يعني. طب انت شاطره في ايه؟ بادجتنج بصراحه، اللي هو يعني انزل بقى اجيب لهم يدوني بادجت حلوه كده وانا انزل ايه اظبط لهم الدنيا بالفلوس دي يعني. زي البوث ده نزلت انا وهاجر
وهاجر بقى عايزه تجيب الدنيا كلها، وانا اللي هو لا يا هاجر هتعجز معايا، لا سيبوني بقى سيبوني انطلق. ده مشروع فمش هينفع. اه بالظبط، دي فلوس ناس مش هينفع كده. طب وانتي يا هاجر؟ انا شاطره ان انا ابعزق الفلوس دي. فرتكه. بعرف برضو اللي هو نتكلم مع الناس ميديا بيبقى تطلعي الحالات تشوفي الحالات ولا الميديا تسوقي؟ الميديا، وكمان لما بنعمل انترفيوز مع ناس متخصصه وكده يعني اللي هو اوصل لهم الموضوع بتاعنا بيتكلم عن ايه، الفكره عايزين نعمل ايه، كل الكلام ده يعني ده كمان. وانت يا حبيبه؟ تصوير بقى الحاجات اللي احنا بننزلها ومنتجه بقى شغل عالي. وانا حاسه ان بقيه البنات هيبقوا هم اللي بيعملوا ريسيرش بقى نفسه، يعني هم اللي بيكتبوا الكلام ده. في اونلاين بقى الاكونت بقى كل واحد ماسك اكونت، عندنا ثلاثه فيسبوك وانستجرام وتيك توك، فاحنا كل واحد بقى ماسك مثلا اكونت بننزل عليه حاجات. ايه بقى الحاجات اللي بتنزل على الحسابين؟ ماشي. مبدئيا انستجرام هو الاساسي، الاكونت الاساسي بتاعنا. بننزل بقى كل حاجة عن أو من البداية خالص، إزاي تعرف تكتشف أصلاً الموضوع من القراءة والكتابة والحساب كل واحد لوحدها، إزاي تتعامل بعد ما تكتشف، تروح لمين، تتكلم مع مين، بنديهم مثلاً حاجات. ده كتابة ولا فيديوهات؟ الاثنين بنعمل الاثنين. مين بيعمل فيديوهات؟ انتوا برضه؟ بنصورها وبنمنتجها وبنعمل كل حاجه. في بتستعينوا مثلا ببيطات لدكاتره اساتذه التخاطب وهم بيتكلموا؟ طبعا بنعمل كده. يعني لما رحنا السنتر بتاع التخاطب اتكلمنا مع صاحبته ونزلنا الفيديو بتاعها. احنا برضو في كذا دكتور وكذا مختص نزلوا لنا فيديوز ان هم بيدعموا الحمله بتاعتنا، وان هم احنا برضو بنروح لهم وبنقعد معاهم ونشرح لهم كل الحاجات اللي عملناها والريسيرش اللي عملناه، وهم بينبهروا بصراحه عشان احنا تعبنا قوي في الريسيرش ده. وطبعا يعني اكبر دعم خدناه كان من مجلس القومي للطفوله والامومه، كان يعني مرحبين بينا جدا، عايزين طبعا نشكرهم يعني، ووزاره التربيه والتعليم طبعا. خدنا طبعا دعم من ناس كتير، ومديرة السنتر اللي رحناه كان يعني ناس كتير جدا بجد مرحبين بينا وبيدعمونا، فيعني كان موضوع جميل. طب ده كويس جدا. التفاعل بقى من الأمهات عامل ازاي على السوشيال ميديا؟ يعني هم طول ما هي بعيدة عن أطفالهم فاحنا تمام، يعني طول ما هي بتشوف اللي احنا بننزله بيتفاعلوا كومنت لايكس تمام. اللي احنا بننزله وهي هتتفاعل ليه لو شايفه ان ابنها ما عندوش مشكله؟ انا بتكلم على السيدات اللي اللي هم حاسين هم مش عايزين يعترف. لا هم دول ما بيظهروش، يعني هم احنا بنتفرج في صمت. يعني اللي يعني هم ممكن يطلبوا المساعده. ما هو يعني امبارح جات لنا واحده بالزبط. فام في البوث وقالت لنا طب دلوقتي انا بنتي عندها كذا 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 اعمل ايه؟ اديناها الليسته بتاعت الدكاتره اللي اتكلمنا معاهم والسنترز اللي اتعاملنا معاهم برده، عشان دي الحاجات اللي احنا ضامنين ان هي بتتكلم في نفس اللي احنا بنقوله، ومضمونين يعني شفنا ناس اتعاملت معاهم وفعلا حسوا بفرق. وهي قالت لنا تمام يعني حلو قوي ميرسي جدا، بس برضو كان اللي هو بعد ما الناس مشيت واللي هو خلاص فيه هدوء جت بقى اتكلمت معانا. بس اللي هي برضو من نفس المنطق ليه هو يعني لسه ما وصلناش يعني لتحقيق الهدف بتاع انه هيتكلموا بقى في الموضوع. توصلوا له بقى ازاي؟ انا عايز اعرف. يعني احنا دلوقتي اشتغلنا ورحنا اماكن متخصصه في التعامل مع الاطفال ورحنا لدكاتره التخاطب وبدانا ننزل ونعمل ايفنتات، توصلوا الهدف بتاعكم ازاي؟ اعتقد التوعيه بان ده امر طبيعي جدا مفيش منه مشكله. اعتقد اما يتاكدوا ان احنا الكلام اللي بنجيبه ده كلام موثوق، يعني بنجيبه من ناس موثوقه. وطبعا لازم الاول يكونوا متفاهمين، بعدين مقتنعين، بعدين بقى نبتدي ناخد ستيب ان احنا تمام. بس ده هيجي من التجارب، يعني الناس عشان تثق فعلا زي ما انتم بتقولوا في الكلام بتاعكم في لازم يكون في تجارب قبل كده. طبعا احنا ما هو احنا بقى بنشجعهم عن طريق بقى. نركز ان احنا نعرض التجارب دي، يعني زي طبعاً. التجربه اللي انت الحالات الايجابيه بالظبط. ام ده فضلت تدعم ابنها او بنتها لحد ما بقى حاجه كويسه جدا دلوقتي. نركز بقى على النماذج اللي زي دي على السوشيال ميديا. احنا هو ده اللي بنحاول ننزله طبعا عشان يتشجعوا انه ايه ده. طب يعني عادي ان انا اقول قصتي، او عادي ان انا اشجع ابني ان هو عادي نتكلم في الموضوع، عادي نقول ان احنا عندنا حاجه بنتعامل معاها بطريقه معينه وده طبيعي، يعني ما فيش اي حاجه. بيبقى عنده صعوبة في حاجة ربنا بيبقى مميزه في حاجة تانية خالص أكبر بكتير. جميل. بالعكس هي حاجة مش وحشة. طيب أنا عايزاكم دلوقتي تدوا زي أمثلة كده للمشاهدين بيتفرجوا علينا دلوقتي وحاسين إن أولادهم عندهم مشكلة،
بحد زي مثلا اديسون، البرت اينشتاين، الناس دي كلها نماذج يعني علماء كبار جدا غيروا العالم من حواليهم، كان عندهم مشاكل في القراءه. في ناس تانية هو مش عالم بس هو بالنسبه لاطفال كتيره حاجه زي يعني الهيرو بتاعهم هاري بوتر مثلا. الممثل برافو حلو. هو عنده كان عنده سلاكسيا برضو. الممثل نفسه وبيتعامل معاها عادي، وهو حاجه دلوقتي يمكن الناس ما تعرفهاش يعني، بس حاجه ما اثرتش على وجوده كانسان في الحياه، وهو حد مشهور دلوقتي وسيريس هاري بوتر يعني حاجه كل الاطفال بيحبوها يعني، اطفال وكبار. احنا بنتمنى لكم التوفيق. ميرسي جدا. يعني انا مبسوط جدا بوجودكم معانا بامانه، وفرحان اكتر ان انتوا وانتوا بتتكلموا دلوقتي كانكم مختصين يعني. عجبني الموضوع، انتوا خلاص تعمقتوا في الموضوع قوي، قادرين تردوا على الناس وتتفاعلوا بعلم، مش مجرد ان هم عملوا سيرش وجابوا كلمتين من على جوجل ولا حاجه، لا بعلم، راحوا للدكاتره وراحوا للمختصين، فهموا طبيعه المشاكل والتحديات اللي ممكن تواجه الاطفال في هذا السن، وبداوا يتعاملوا معاها وبداوا ينشروا فيديوهات للتوعيه كمان. فهي احنا مبسوطين جدا بوجودكم معانا النهارده. احنا اكتر ان احنا كنا معاكم النهارده. ملك، ايوه هاجر حبيبه، ده بالترتيب بقى. ده بالترتيب. بنتمنى لكم كل التوفيق طبعا. خليني اقول انتوا طلاب بالفرقه الرابعه بكليه اعلام، بتمنى لكم ان انتوا تنجحوا ان شاء الله بتفوق، وان شاء الله البروجكت ده ياخد يعني اي بلس كمان ان شاء الله. لو الدكاتره بيتفرجوا علينا دلوقتي كل الشكر ليكم، بتمنى لكم كل التوفيق انتوا اكيد وباقي البنات معاكم الخمسه الباقيين. ويعني حابين نشوفكم ان شاء الله مكملين في البروجكت، لازم تكملوا فيه لانه حاجه فعلا في هدف منها مهم جدا وهيساعد ناس كتيره، فمهم ان انتوا وانا بدعم هذه الحمله. انا كمان معاك. شكرا جدا.